بوركت يا من سيس ومكن الساس ساس متين بحكمة الفكر مدروس توجتنا عز وفخر يرفع الراس وانهلتنا علم وثقافات ودروس مولاي لك فضل شمل جملة الناس مولاي لك خير تغذت به نفوس حتى الطفل اللي هو طفل عنده إحساس أصبح يشيد ويلهج باسم قابوس إنجاز ما تحصيه أقلام وتراس أصبح على مرأى المخاليق محسوس دمتم ودام العز والفخر نبراس يا طيبكم مولاي وإحنا لكم نرفع الروس بس غصن الشجر واذبل أموت وما وطيت تراب بقدامي سوى ترابة وطن لو باعوا ترابك وهاجر بعضهم وارحل تأكد يا وطن يرجع يحن الريحة أحبابة وطن تبقى وطن باسمك ومعنى كل ما يحمل رضينا بك وطن لأنه ذكرك الدين في كتابة أحبك يا وطن والمجد يرقى بك تعال قبل أبحضن طهرك ونرقى هناك لآخر أصحابة مدام اللي بسط إيده عليك ولبسك أجمل نعم قابوس نعم قابوس من لبس عراك بسندس ثيابة أبكتب له شعر والشعب يسمع حرفي ويكمل معي لا قلت قابوس, قابوس معي لا قلت قابوس ويرد الشعب أهلابة هلابة يا هلابة يا هلابة كثر ما هل الكريم القوم يوم انه ذبح والضيف حيابة هلابك سيدي وانت الجواب بدون ما أسأل عجز هالحرف ليدور سؤال وتصعب إجابة سألت النور من شب الضياء في ليلك وأشعل وشفت النور في جبينك يشع وانت شبابة وسألت الحق من وين يتقاسم نصفه ويعدل وشفت الحق بيمينك قسمته وكلنا رضابة أشوف العز حلق بك جناح وانت ما تثقل يشيلك لين ساويته وطلته وصرت غلابة عليك عليك الصبح يتنفس ومن طلتك يتأمل وفيك الليل يتحشم أدب لا نمت بهدابة وقفت بوقفتك تنظر وعينك فوق ما تنزل مشيت ومشيتك هيبة تهز تراب وطابة حكمت وفات من حكمك سنين وانت متحمل عطيت وكثر ما تعطي نست يمناك تدرابة زرعت بشعبك الوافي صبر وجنيت به تحصل وبيدك تقطف الصبر بوفا شعبك وطيابة بنيت لشخصك اسطورة وسطرها الزمن محفل غمس فيك القلم حبر وكتب اسمك على كتابة غمس فيك القلم حبر وكتب اسمك على كتاب كتب اسمك على كتاب كتب اسمك على كتاب
سلام ليس يشبهه سلام إلى ملك يظلله الغمام وننثره كماء المزن حتى تفيض به الحنايا والعظام. سلام نصفه ورد وعطر ونصف لا يحيط به الكلام لسلطان الملوك سليل عرش وريث أئمة بالعدل قاموا. بنوا في ذروة العلياء ملكا ودانت خلفهم أمم عظام ومن أنوارهم قبس تجلى وريث المجد قابوس الهمام. هو السلطان قابوس المفدى له في كل مكرمة مرام بنى الإنسان والتاريخ حتى كأن أريج سيرته خزام. صباحكم أحبائي أعزائي المشاهدين، أيام النوفمبرية صباحكم مليء بحب ووفاء لهذا الوطن الغالي. صباحكم الله بالخير والسرور متابعينا الكرام. عمان النور يا كل الفصول وعشقنا الخالد، نحتنا بالنخيل اسمك، تفاخرنا بأمجادك، يا أنت الشامخة فوق السحايب والزمن شاهد، تقلدتي عقود الحب عزة والحسن زادك. باسم أطفال عمان نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني، وبهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يديم على عمان وأهلها الرفعة والمجد والأمن والأمان، وأن يحفظ جلالته ويمد في عمره، إنه سميع مجيب الدعاء. أحباء الأطفال، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، نشارككم فرحة الاحتفال بالثامن عشر من نوفمبر من خلال برنامجكم علم ومرح، ونستقبل أصواتكم وكلماتكم المعبرة بحب الوطن وقائده المفدى، رغم أن الكلمات والحروف ستبقى قاصرة عن الوصف والتعبير. أيضا أحبائي، كما تشاهدون معنا في الأستوديو كوكبة من أطفال عمان الأوفياء جاءوا من ربوع السلطنة من مختلف الولايات والمحافظات ليشاركونا فرحة الاحتفال بالثامن عشر من نوفمبر، وليرسموا لوحة فنية مضيئة عنوانها قابوس لو طلبت الروح قلنا هذه الروح فداك. ودعونا الآن راح نتعرف على أسمائهم وأيضا مواهبهم، بس لما نعرف إيش اللي محضرين لنا في الحلقة، ونتعرف أيضا على كيفية الاحتفال واحتفالاتهم في العيد الوطني. والحين خلونا أحبائي الأطفال نسمع قصيدة جميلة من صديقنا همام الهنائي. تفضل يا همام ناقل الصوت. يا همام. عمان لدمنا يروي حضارتها، نفت على نار من الشريان سقيها، وزاد عدنا يوم الضيم والشدة لحظة من العمر الله ما نخليها، أنسنن أنيابنا ونعصم عمايمنا وننزل من جبالها وندعى صعادها. خلاص أحس الشعر ما عاد يسعفني، أسطر أبيات للقزلة ويمعيها. أين الفصيح؟ ألق الفصيح لعلي أستعين به لأرتقي من جهة الشعر عليها. قابوس قابوس أنت الذي سطرت ملحمة لا يكن المجد إلا حين يرويها، وما بدت فتنة إلا انبريت لها بضربة من سيوف العدل ترجيها. الليل نشعله والجمر ننفذه والضبع نمله والوزن نشويها. ما تطلبونه أرواح فداء وطن في الحال يخلعها طوعا وابنها. لا شقيرقة ولا عرفان أبتي إلا تحية حب إذ نؤديها. شكرا لك عليك يا صديقنا همام، ما شاء الله قصيدة جميلة صحيح راشد؟ جميلة والكلمات جدا معبرة أيضا. هذه القصيدة لقيتها أنت بمناسبة العيد الوطني؟ أمس لقيتها؟ ما لقيتها اليوم جيت تقدم لنا إياها صحيح؟ قصيدة جميلة نسمع إلا تحية كبيرة من أصدقائنا الموجودين معنا في الأستوديو.
ما شاء الله عددكم اليوم معانا كبير جدا، وكلكم جايين تشاركونا فرحة الاحتفال بالعيد الوطني، وعلى هذا العدد الكبير لازم نعطي صديقنا همام تحية كبيرة، صحيح؟ مرة ثانية، 1 2 3. شكرا لك صديق همام. استريح يا همام، شكرا على هذه الكلمات الجميلة والمعبرة في حق وطننا الغالي، شكرا. وايش هالكشخة الجميلة يا همام؟ استريح يا همام. طبعا اليوم نحن معانا مجموعة وكوكبة كبيرة من الأطفال اللي محضرين لنا كذا مجموعة من الكلمات والأناشيد وكذا الأحاسيس الرائعة التي دائما مهما قدمنا لهذا الوطن الغالي راح يعجز اللسان عن وصف ما قدمه لنا. أصدقاء الأطفال الحين نستمر أكيد في استعراض المواهب اللي معانا. هزاع، هزاع شخبارك؟ كيف صحتك يا هزاع؟ ممكن يوصل بس ناقل الصوت لهزاع؟ أنا راح أوصل ناقل الصوت لهزاع، تفضل يا هزاع. هزاع عرفنا باسمك. أنا هزاع بن محمد بن علي بن حامل العبري من ولاة شناصة العبري. يا أهلا وسهلا فيك يا هزاع. طيب خاصة. إيش مجهز لنا اليوم؟ جهز لكم قصيدة. يلا ممكن نسمع هذه القصيدة. بقول قصيدة وأنا واقف احتراما لصاحب الجلالة السلطان قابض سعيد الله. قبض يجي التاريخ وقال آن أبا شوفك فرحة وطن، شاف سلطانها بزغ فجر نوفمبر وغنت لها الأغصان، والستة والأربعين تميل بالطبل طربانة، وبحر العرب لملم بحضنه خليج عمان، وجر السحاب العازي وهل ودانة، وحمران بغمزة عين أهدت جبل سمحان، وجبل سمحان بخر هرمز بريحة البانة، تبسم فرحة وطن من مولدة وانجلت أحزان، وكل الحروف تزينت عند بيبانة، مزاين وتلبس حية اللؤلؤ والمرجان، وفاز حروب باسم قابوس مزجانة. صح لسانك يا هزاع. ما شاء الله، يستحق تحية. أكيد يستحق تحية. يلا أيضا نتعرف الحين على اللي جنبه وتوقع صديقنا سلطان، صح؟ سلطان شخبارك؟ بخير الحمد لله. عرفنا باسمك يا سلطان. أنا سلطان بن خالد بن سلطان الجابري. من وين جاينا يا سلطان؟ من صحار. من صحار، طيب كيف كانت احتفالات العيد الوطني أمس في صحار؟ بالأمس كانت احتفال ولاية لواء بعرضة الخيل، واليوم إن شاء الله بيكون احتفال ولاية شناص بعرضة الخيل، وإن شاء الله في الأيام القادمة بيكون احتفال. طيب أنت مجهز لنا نشيد وطني؟ اي نعم. يلا نسمع النشيد مع بعض. يقول تجهز يا القصيد اللي عشانك أفرد الجنحان، تبقى على البحر ولا على المزنة خطاوينا، وطن شمه وطن عزه قول عمان أو مجان، بلدنا والبلد هذي تعلمنا وتربينا، يصل الدم من عرق الجبين ومجدنا ملان، لأن الحاضر المشرق على تقدير ماضينا، سفن أمجادنا تبحر وفيها طاقم وربان، تجيب الحق من عرض البحر وترد للميناء، عمانيين وتفخر أرددها فكر ولسان، ضعيف النفس يتحذر قبل ينوي عادينا، أسامينا إذا تكتب عليها شكرا وعرفان، ومن دمه إذا عدا بنكتبها أسامينا، نعم وسكت الحلقة نجي نمشي على الأعيان، نسم أرواحنا فدوة ولا سمنا مبادينا، تجي قمة جبل حرم مع قمة جبل سمحان، شمال السلطنة عند الجنوب ذات عزوينا، جسد واحد نبض واحد تفوح عزومنا ريحان، يا عطر طالب الفزعة ومن مر حوالينا، عقول الشعب معتصمة ويادينا على النيران، تشب النار ونفز وتخمدها يادينا، رجال ننطح سهل اليمان ويرجح الميزان، طفلنا يكفخ المجد ويجيبه في أراضينا،
ولنا جيران في شبه الجزيرة ونحشم الجيران وصية قايد النهضة ونداري ليدارينا. شكرا. ما شاء الله. شكرا لك يا سلطان. شكرا لك. شكرا. وأيضا كانت أبيات جميلة، هذه مش أنشودة، هذه شلة صحيح؟ صحيح. أطلقيتها أمس في العيد الوطني؟ نعم. وإن شاء الله تلقيها يوم الأحد للمدرسة، أكيد أصدقائك في المدرسة متحمسين يسمعوا هذه الشلة من أدائك. أكيد. شكرا لك، تفضل. وأيضا متابعينا الكرام، بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد، قرر زميلنا راشد أنه يسوي مقابلة مع أحد. صبري صبري، قبل ما أسوي نطرح هذا الشيء، أنا وأنت قررنا نسوي تحدي أول شيء، وكل واحد منا اختار فقرة أو زيارة أو مقابلة مع شخص علشان كذا نعبر عن حبنا لوطننا الغالي. فأنا اخترت إيش يا أصايل؟ يلا. قرر أنه يجيب لنا كذا ضيفة جميلة شاركت معانا في رمضان الماضي في برنامج أصداف وأهداف للأطفال، أكيد عرفتوها أكيد تذكرتوها، هي ما شاء الله صاحبة صوت جميل. عشان تعرفوها أكثر خلونا نتابع التقرير التالي. أصدقائي الأطفال ويا زميلتي أصايل، اليوم عندي لكم مفاجأة جميلة ومميزة في نفس الوقت. ضيفتنا اليوم تابعتوها في برنامج أصداف وأهداف على شاشة تلفزيون سلطنة عمان خلال شهر رمضان الماضي، هي شاعرة واعدة وإن شاء الله راح يكون لها مستقبل مبهر في هذا المجال. عرفتوا من هي؟ شاعرتنا هي أو ضيفتنا هي الشاعرة الواعدة عزة الحارثية. أصدقاء الأطفال نرحب مع بعض بشاعرتنا الصغيرة الواعدة عزة الحارثية. عزة شخبارك؟ الحمد لله بخير. وكيف تجهيزاتك للعيد الوطني؟ أكيد تمام تمام. طيب يا عزة، ممكن أسألك ويش راح تقولي في بمناسبة العيد الوطني؟ أني أول شيء أمسي عليكم مشاهدينا وهني حضرة مولاي صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والله يديم في عمره إن شاء الله، وكما أهني كل عماني بهذه المناسبة الطيبة. طيب يا عزة، كيف يعبر الشاعر عن هذه المناسبات وهل يختلف تعبيره عن الآخرين؟ لا يختلف، ولكن من ناحية المشاعر والعواطف فهي لا تتغير، أما من ناحية التعبير والفرح فهي تتغير على حسب الفرح الشاعر كيف يعبر عنه بقصايده، مثل الشباب يعبروا بموسيقات على سياراتهم، ومثل الطلاب برفعة الأعلام فرحة العيد الوطني، يعني بأشياء وايد، ولكن الشاعر يعبر بكلمات رائعة من حماسة أو كلمات العيد الوطني. طيب لكل منا طريقته في التعبير عن حبه لوطنه، ما طريقة عزة في التعبير عن حبها لوطنها؟ طبعا أنا أحب وطني الغالي وايد عمان، وهني على هذه المناسبة الكريمة مرة ثانية، وأنا يعني طريقتي في أني أعبر عن حبي الوطني بالدعاء أن الله يحفظه إن شاء الله، الله يحفظ وطننا يعني، والله يحفظ حاكمنا إن شاء الله ويطول في عمرهم. طيب الوطن وسلطان. طيب يا عزة، إيش مجهزت لنا اليوم؟ مجهزت لكم والله قصيدة، بعدت لكم أبيات منها العيد الوطني. يقول وطن لو جفت الأرض ويبس غصن الشجر وذبل، أموت وما وطيت تراب بقدامي سوى تراب، وطن لو باعوا ترابك وهاجر بعضهم وارحل، تأكد يا وطن يرجع يحل الريحة أحبابه، وطن تبقى وطن باسمك ومعنى كل ما يحمل، رضينا بك وطن لأنه ذكرك الدين في كتابه، أحبك يا وطن والمجد يرقى بك تعال اقبل، أبحضن طهرك ونرقى هناك لآخر أصحابه، مدام اللي بسط إيده عليك ولبسك أجمل، نعم قابوس نعم قابوس من لبس عراك بسندس ثيابه، أبكتب له شعر والشعب يسمع حرفي ويكمل، معي لا قلت قابوس معي لا قلت قابوس، ويرد الشعب أهلابه
هلابة يا هلابة يا هلابة كثر ما هل الكريم القوم يوم انه ذبح والضيف حيابة هلابك سيدي وانت الجواب بدون ما أسأل عجز على الحرف اللي يدور سؤال وتصعب إجابة سألت النور من شب الضياء في ليلك وأشعل وشفت النور في جبينك يشع وانت شبابة وسألت الحق من وين يتقاسم نصفه ويعدل وشفت الحق بيمينك قسمت وكلنا رضابة بسلامتكم صح لسانك يا شعرتنا الصغيرة عزة طيب عزة تحبي السفر؟ وايد طيب إيش البلد اللي دايماً كذا تتمني أنك تزوري؟ أنا ما زرت كل البلدان لكن أتمنى أن أزور السعودية علشان فيها بيت الله وأنا زرتها قبل لكن ودي أزورها أكثر من مرة طيب عزة لو سافرت إلى بلاد معينة إيش راح تقولهم عن عمان؟ طبعاً راح أوصف بلادي عمان بالوصف اللي ما حد يقدر يتخيله يعني بقولكم مثلاً إن هي بلاد نادرة بلاد يعني حلوة ما حد يقدر يتخيلها فيها الجبال الشامخة فيها الأفلاق الكثيرة فيها النخيل اللي تحلي سلطنة عمان فيها الخضرة فيها أشياء وايد يعني فيها الجبال الشامخة فيها أشياء وايد يعني ما حد يقدر يوصفها فيها القلاع فيها الحصون وكما قال الشاعر علي الراسبي عمان تثقف العالم وتهديهم مباديها عمان اللي لها التاريخ وقف مفخره وبهار عمان أجمل رواية عز للتاريخ نرويها عمان أجمل رواية عز للتاريخ نرويها وفعلا هي عمان أجمل رواية عز مشكورة يا عزة على هذه الكلمات الطيبة والرائعة في حب وطننا الغالي نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وكل المستقبل المبهر إن شاء الله اللي جاي في الطريق شكرا على تواجدك معنا عزة وهذه هدية بسيطة نهديها لك يا عزة على كل هذه الكلمات الجميلة اللي سمعتينا إياها اليوم أول شيء أشكركم تلفزيون سلطنة عمان وما قصرتوا معاي وأشكرك مذيعنا المتألق وما قصرتوا معاي وكل عام وانتم بخير شكرا على هذه الدعوة مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا جلالة السلطان المعظم القائد لأعلى القوات المسلحة يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمعسكر الصمود بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد بمشاركة وحدات رمزية تمثل الأجهزة العسكرية تواصل احتفالات البلاد بالعيد الوطني 46 المجيد وسط ابتهاج المواطنين بهذه المناسبة السعيدة الصحف المحلية والخليجية ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد وتشيد بمنجزات النهضة العمانية الحديثة التي أرسى دعائمها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد افتتاح 8 مشاريع في قطاع الطرق على مستوى محافظات السلطنة بإجمالي أطوال تتجاوز 150 كيلو مترا التنمية العمانية منذ انطلاقتها حرصت على دعم البحوث العلمية والمبتكرين في مختلف المجالات باعتبارها محورا مهما في حفز الإبداع والابتكار وبناء الصناعات وتطويرها
مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بعد أقل من ساعة من الآن في نشرة مفصلة. إلى اللقاء. راشد على هذه المقابلة الجميلة، وفعلا نحن كنا متحمسين نعرف من هي ضيفتك، وكان ضيفة متألقة اللي هي الشاعرة عزة الحارثي. نتمنى انها يوم من الايام تجي وتشاركنا هنا في الاستوديو وتقدم لنا بعض الاشعار الجميلة، وايضا تعلمنا على طريقة الالقاء الصحيح للقصائد والاشعار. ان شاء الله، وان شاء الله ايضا اصدقائي الاطفال خلال الحلقة راح نشوف ايش مجهز لنا زميلتي أصايل، وإيش الفقرة اللي محضرت لنا إياها. أما الحين أصدقائي الأطفال، أصدقاء برنامج علم ومرح، من خلال هذه الاحتفالات الرائعة بالعيد الوطني 46 المجيد، معانا هنا مجموعة من العصافير الملونة الجميلة الرائعة، تعرفين عليهم يا أصايل؟ معانا اليوم في الاستوديو فرقة عصافير الحياة الفنية، راح تقدم لنا كذا يعني فعالية جميلة أو رقصة جميلة بمناسبة العيد الوطني. تفضلوا، يلا تفضلوا. تحية كبيرة، ما شاء الله. شكرا مجددا لفرقة عصافير الحياة الفنية على هذا العرض الجميل. نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذا العرض الجميل. أنا حقيقة استمتعت. أنت؟ أكيد استمتعت بهذه الحركات الجميلة، وأيضا اللبس الجميل اللي كانوا لابسينه. صحيح، وأيضا نحن ما ننسى نقدم شكر لكل المؤسسات والشركات اللي قدمت هدايا وحلويات للأطفال اللي معانا في الأستوديو، واللي معانا أيضا كانوا في الفقرات الخارجية، مثل شركة الحسني للحلوى العمانية، قدمت لنا حلوى عمانية موجودة معانا في الأستوديو، وأيضا مؤسسة نور المدينة للعقارات الموجودة في ولاية سيب المعبرة الجنوبية، وأيضا حدائق البيلسان للورود والهدايا الموجودة في العذيبة،
وكذلك مجلة مرشد وهي أول مجلة للأطفال عمانية. وما ننسى نشكر محل الماسة للورود والهدايا وكذلك مكتبة المنارة بالحيل الجنوبية. ونشكر جميع الموجودين معانا في الأستوديو وأولياء الأمور اللي حضروا معانا عشان كله يعني يشاركونا فرحة الاحتفال بالعيد الوطني. وأيضا راح تشوفوا معانا في الأستوديو أطفال صغار يعني ما شاء الله عمره 6 شهور واللي عمره يعني سنة وأقل وعندنا 5 سنوات يعني ما شاء الله كل الأطفال وكل أولياء الأمور حاضرين معنا هنا تعبيرا عن حبهم وعن فرحتهم بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد أعاده الله علينا باليمن والبركات. ومثل ما نحن الحين نتكلم عن الأعياد الوطنية أيضا للمواطن حق لبلده، نحن لازم نقدم لبلدنا الكثير والكثير. وحلو أن لما نشوف الأطفال كل واحد منهم يملك حلم حاب أن يحققه في المستقبل كله للصعود بالوطن إلى الأعالي. واليوم معانا مجموعة من يعني نقول بنوتات الجميلات كل واحدة منهم تملك حلم جميل معانا ولا ورؤى وشفاء وسارة كل واحدة منهم الحين راح تخبرنا عن حلمها. بس ممكن تعطوا ناقل الصوت للولاء. الولاء خذي ناقل الصوت، عارفين على اسمك بالكامل يا الولاء. ولا عبد الله مبارك ذهلية في الصف الثالث من مدرسة العوابي للتعليم الأساسي. حياك الله يا الولاء، أعطي ناقل الصوت للي جنبك، عارفين على أساميكم؟ اسمي رؤى يوسف الخروصي مدرسة العوابي في الصف الرابع. وأيضا أنتي يا الشفاء، عارفين على اسمك بالكامل؟ اسمي الشفاء بنت عبد العزيز الخروصية من مدرسة العوابي من الصف الرابع. وكذلك سارة. اسمي سارة بنت سالم الذهلية من مدرسة العوابي في الصف الرابع. طيب تعطي الحين مرة ثانية ناقل الصوت لي ولا قدمي لنا حلمك وأمنيتك المستقبلية. شكرا لك لأنك أتحتي لي الفرصة أن أتحدث عن حلمي الكبير، أدعو الله أن أعلم أجيالا وأجيال وأصبح معلمة الفنون التشكيلية لأعبر عن حبي لوطني من خلال فني لأنني أحب مدرستي كثيرا. أحب أن أعلم الأطفال العلم النافع والتربية والتأوجي لكي يبنون عمان الحبيبة. شكرا لك، أعطي ناقل الصوت للي جنبك. أتمنى عندما أكبر أن أصبح مهندسة معمارية أخرم وطني الغالي وشارك في تنمية عمان بكل فخر واعتزاز. أشق الطريق وأبني القصور، أحفر الأنفاق وأصمم الحدائق والمنتزهات. أطمح أن أعمل وأرسم وأخطط. طموحي أن أضع بصمة في هذا الوطن الغالي لي الفخر في بناء وطن الحبيب عمان. شكرا لك، الله يحقق لك حلمك. تفضلي يا شفاء. من أجمل أحلامي أن أصبح طبيبة، طبيبة ناجحة، طبيبة تساعد الناس المتألمة. نعم أريد أن أحقق حلمي كي أسمع صوت ضحكات المرضى وهم بصحة وعافية. في ذلك الوقت سوف أصبح أسعد طبيبة لأنني أحاول أن أرد شيئا بسيطا من فضائي وطني الغالي، ويساهم في نشر ثقافة الوعي الصحي للمواطن، ويساهم في خدمة وطني الغالي عمان. الله يحقق لك كل طموحاتك يا الطبيبة شفاء. ونشوف شرطيتنا. عمان بلاد الأمن والأمان، لذا فحلم الكبير أن أصبح شرطية وحافظ على أمن المواطن واستقراره، وعاقب كل من يخالف القانون أو يستهتر به. لن أتهاون مع المجرمين أبدا، سأقطع كل يد تحاول العبث بسلامة عمان وباستقرارها لكي تبقى عمان الحبيبة كما عرفناها بلاد الأمن والأمان. شكرا لكم، نتمنى ان الله يحقق لكم كل طموحاتكم. ونسمع لهم تحيه كبيره يلا اصدقائي. والحين وصلوا ناقل الصوت الى آلاء. حياك الله يا آلاء، عارفين على اسمك بالكامل؟ آلاء بنت احمد السالميه. آلاء ايش محضرت لنا لليوم؟ قصيده بعنوان عمان العز. طيب من ألف هذه القصيدة؟ أمي الغالية. نوجهها أكبر تحية صحيح؟ قلها شكرا ماما. شكرا ماما. اتفضلي. يا عمان العز يا دار الأصالة والأمان، يا وطن قابوس يا الشهم يا الفذ المثال. يا وطن يا وطن نفخر به بين كل الأوطان، قائده ذخر وفخر من قوم الأشبال،
قدوتي يا سيدي يا أبوي يا نبع الحنان، بالشهامة والمروة أجمعت كل الخصال، جيت أبارك بالمحبة ديرتي وأمي عمان، لأن قابوس المفدى هو حكمها بامتثال. عشقي أنا نوفمبري، عشقي وطن اسمه عمان، وبعيد 46 الله يديمك سيدي ويديم عزك والجلال، ويديم عزك والجلال. ما شاء الله تستحق تحية كبيرة. يلا شكرا لك يا صديقتنا آلاء على هذه الأبيات الجميلة، وكذلك الشكر موصول لأمك على هذه الأبيات الجميلة، شكرا لك. أكيد، وكل حد منا يعبر بطريقته الخاصة عن حبه لوطننا. الحين خلاص خلصنا من البنات واللي كاشخات اليوم ولابسات الزي العماني الجميل، الحين خلونا ننتقل للأولاد والأشخاص اللي كذا محضرين لنا فقرات جميلة. فخلونا نتعرف على أول شخص معنا. من معي؟ إبراهيم رياض الوهيبي. شخبارك يا إبراهيم؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ خير. إيش مجهزنا اليوم؟ مجهزنا نشيد باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية، يلا نسمع. Today is a national day. Today is a national day. The live in the Sultan Qaboos. Live in the Sultan Qaboos. We are all from Oman. We are all from Oman. We live our Oman. We live our Oman. It's a national day. It's a national day. It's a national day of Oman. It's a national day. It's a national day. It's a national day of Oman. Thank you very much. Thank you على هذه الكلمات الجميلة. طيب أنت ليش اخترت اللغة الإنجليزية علشان تعبر عن حبك لوطنك؟ أنا أحب أنا اللغة الإنجليزية، وأحب أنا أنشد باللغة الإنجليزية أكثر عن اللغة العربية. ما شاء الله عليك. طيب نحن نتمنى لك كل التوفيق، لكن أيضا اللغة العربية جميلة ونحن لازم ننشد أيضا باللغة العربية، صح؟ وأحب أن أشرف سلطان قابوس من سعيد المعظم بمناسبة العيد الوطني 46 للمجيد. إن شاء الله يا صديقنا إبراهيم، صح؟ طيب إبراهيم استريح، وإن شاء الله نحن كذا على كثر ما نقدر، سواء كنتوا أنتوا أو إحنا ككبار أو صغار وكل اللي يعيش على هذه الأرض الطيبة، أن يعمل أو يحرك أو يضع بصمة بسيطة في هذا الوطن، صح؟ يلا نتعرف على الاسم الثاني، على الموهبة اللي معنا. عبد الرحمن، شخبارك؟ خير. يلا وقف يا عبد الرحمن، وإيش هذا الوشاح الجميل؟ من اشترى لك إياه؟ من اشترى لك؟ الوالد؟ طيب نحن نوجه له تحية. وإيش مجهزنا اليوم؟ نشيد. نشيد، يلا نقول النشيد، شوف الكاميرا وقول النشيد بصوت عالي. صوت للنهضة تنادى. صبر صبر، كذا اللي يحب بلد عمان يقول كذا بصوت هادي، ها؟ ولا يقول بصوت عالي؟ يلا نسمع صوت عالي. صوت للنهضة تنادى، وبو جمعا وفرادى، يا أبناء عمان قابوس للمجد تبادى، هبوا جمعا وفرادى، يا أبناء عمان. طيب شكرا على هذه الكلمات الرائعة، وهذا نشيد صوت النهضة، صح؟ طيب استريح يا زميلنا، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أيضا التوفيق لكل أصدقائنا الأطفال اللي موجودين هنا معنا في الاستوديو. جميل مثل ما قلت أن كل واحد يعبر عن حبه لوطنه بطريقة أو بأخرى، فاللي مثلا عنده نشيد راح يعبر بالنشيد عن حبه لوطنه، واللي عنده قصيدة راح يعبر عن الكلمات الجميلة أيضا لوطنه. أصدقاء الأطفال، أكيد نحن مستمرين بهذه الاحتفالية الرائعة بالعيد الوطني 46 المجيد، أكيد مستمرين ومعانا العديد والعديد من الفقرات والمواهب الرائعة. خلنا نطلع فاصل من بعدها أكيد لنا عودة. والحين أصدقائي الصغار، خلونا نتعرف على ضيوف برنامج علم ومرح. Hi, how are you? Fine, thank you. What's your name? أريجو محمد بابلي. And you? سيدة مهام زهرة. You are from where? Sri Lanka. And you? I'm from Pakistan. Okay, can you tell me anything you know about our national day? Yes, the parties and the celebration and the clothes and the food. Okay, you know when we are celebrate?
Yes. It is in 18 November. Yes, 18th of November. Okay. Can you tell me anything you know about our traditional things? The clothes, the foods, the how you celebrate the parties, and then the festivals. Okay. How many years you live here in Oman? 8 years. So you are Omani now, huh? Yeah. Do you feel Oman is your second country? Yes. And you will celebrate with us? Yes. We wish you enjoy in our festival celebrating. So we have now gifts we want to give you. مرحبا، عرفونا عليكم. أنا اسمي يوسف محمد صدق الصراف. وأنت يا شاطر؟ أنا اسمي محمد صدق الصراف. من وين أنتم؟ من العراق. حياكم الله في سلطنة عمان. كم سنة صار لكم مقيمين في السلطنة؟ 6 سنوات. ما شاء الله، يعني خلاص أنتم عمانيين. أيوه. طيب ممكن تخبروني انطباعاتكم عن السلطنة؟ انطباعاتنا عن السلطنة نعرف إنه في الأزياء العمانية واللي هي تتكون من الدشداشة والمصار. طيب إيش حاب تقدم للسلطنة؟ عندك جملة بسيطة حاب تقدمها إهداء للسلطنة؟ I love Oman because I love the Majesty Sultan Qaboos. I love him because he give us all things we needed and the safe. شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة معنا في برنامج علم ومرح، ونحن الحين راح نقدم لكم بعض الهدايا امتنانا لكم لأنكم شاركتوا معنا، ونتمنى لكم عيد وطني جميل ومجيد. مرحبا يا شاطرة، شو اسمك؟ سلمى عبد القادر منصف. من وين انت يا سلمى؟ من المغرب. حياك الله في سلطنة عمان. وانت يا بطل شو اسمك؟ محمد اسماعيل. من وين انت يا محمود؟ من مصر. خلاص راح تصير عماني؟ ايوه. انت يا شاطرة ايش مجهزة للعيد الوطني؟ مجهزة واجد اشياء، يعني اعلام وقمصان وواجد اشياء يعني اللي تخص البنات في العيد الوطني. وبتوزعيها على صاحباتك؟ ايوه. وبتحتفلوا مع بعض؟ نعم. طيب انا خلاص بجي احتفل معاكم. طيب؟ طيب. شكرا لكم، والحين نحن حابين نقدم لكم هدايا جميلة من تلفزيون سلطنة عمان. هاي، هاو ار يو؟ فاين ثانك يو، هاو ابوت يو؟ I'm fine. What's your name? My name is Noor Triki. You are from where? I am from Italy. So you live here in Oman? Yes. How many years? From about 6 years. Wow, mashallah. So you are now Omani? Almost. Okay. Can I ask you something? Yes, of course. You know anything about our national day? Yes, I know that it's... In 18th of November, yes? And people celebrate with the flags and pictures of the Sultan Qaboos. Yes, okay. Can you, I know that you prepare something for us, yes? Prepare something to tell us? I've got a sentence to say it in Italian. Okay, go on. Auguri a tutto il popolo omanita e al sultano. Can you translate it for us? Yes, it's happy Eid for all the Sultanate and for them, for Sultan Qaboos, the Majesty, the Sultan Qaboos. Happy National Day, yes? Thank you so much, and we have now a gift we want to give you. It's from Ilm wa Marah. Thank you. You're welcome. جميل جدا أصدقائي الأطفال، هذا الحب من كل الجاليات اللي موجودة معنا في سلطنتنا الحبيبة، دائما يحاولوا أن يعبروا ولو بكلمة بسيطة عن حبهم لهذا الوطن، وأيضا لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وجميل والأكثر يعني جمالاً أن نحن نشاركهم فرحة الاحتفال بالعيد الوطني. صحيح. ونحسسهم أن عمان هي بلدهم الثاني. صحيح. وحقاً يعني خلاص بما أنهم عاشوا معنا في السلطنة خلاص يعتبروا يعني أبناء هذا الوطن. وأنا كنت لما أدردش معاهم في منهم يعني مولودين معنا هنا في السلطنة، واللي صار له 6 واللي صار له 8 سنوات وأكثر، فحلو أن كلنا نعبر عن حبنا عن لعمان ولقائدها صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. صحيح.
الحين أصدقائي الأطفال وصلنا إلى مسابقة الاتصالات، واليوم المسابقة مختلفة عن الحلقات السابقة باختلاف المناسبة طبعا، وأسئلة اليوم إن شاء الله راح تكون عبارة عن مجموعة من الصور التي تعبر عن ملامح النهضة المباركة وملامح الهوية العمانية في شتى المجالات، وعلى المتصل أن يختار صورة ومن بعدها راح يختار العبارة المناسبة لهذه الصورة، وعلى كل فائز راح يفوز معنا اليوم راح يختار صورة واحدة، إذا جاوب واختار العبارة الصحيحة التي تعبر عن هذه الصورة راح يفوز معنا بمبلغ 50 ريال. يعني ما يحتاج أن نسأله 3 أسئلة مثل الحلقات القادمة، لأن اليوم هنا معنا مناسبة جميلة. الحين أصدقاء الأطفال ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. عليك صباح النور. يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. منو معانا؟ أحمد. أحمد شخبارك يا أحمد؟ بخير الحمد لله. وكيف صحتك يا أحمد؟ بخير الحمد لله. وكيف الاحتفال بالعيد الوطني؟ بعد ما محتفلين بالأحد. بالأحد؟ راح تحتفلوا الأحد في المدرسة إن شاء الله. طيب بس متى العيد الوطني؟ كان أمس ولا اليوم؟ يلا بالجمعة. بالأمس، إذن 18 من نوفمبر المجيد. طيب طيب يا زميلي، الحين إيش رأيك نروح نشوف الصور اللي مع زميلتنا شموخ؟ يلا نشوف الصور مع بعض. نعم يلا نشوف شموخ. هذه الأرقام ظاهرة. سلم عليك. طيب يا زميلي الحين اختار رقم. 2. طيب ايش الصورة اللي ظاهرة قدامك على الشاشة الحين؟ ها يلا ايش الصورة اللي ظاهرة على الشاشة الحين؟ قطبي ايش ما اسمع؟ قطبي امان؟ قطبي امان بقدر اجل عمان. لا الحين هو هل هو يقود السيارة؟ هو قاعد يمشي للمدرسة. من اجلك يا وطني عملت قلمي. حصلت؟ نعم قلمي صح؟ نشوف الإجابة مع بعض. وإجابتك يا صديقي أكيد صحيحة، من أجل وطني حملت قلمي. دائما كذا بكل كيف يعني نحن نعبر عن وطننا بهذه الصورة؟ كيف ممكن تستنتج أنك أنت راح تعبر عن حبك لوطنك؟ هل مجرد أنك تلبس ملابس وتلبس وشاح وتلبس؟ حب الوطن لا يتعبر بالقصائد والكلمات والألحان، بل حب الوطن يكون في قلوبنا. بقلوبنا، وأيضا أن نحن نشد حيلنا في الدراسة صح؟ علشان ننهض بهذا الوطن الغالي صح؟ صح. يلا شكرا على اتصالك وربحت معنا 50 ريال. شكرا على اتصالك. ناخذ مكالمة أخرى ونقول صباح نوفمبري جميل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا، منو معانا؟ شفاء العبري. شفاء شخبارك يا شفاء؟ الحمد لله بخير. طيب شفاء جاهزة للصور اللي معانا اليوم؟ شفاء نعم. قبل ما نروح للصور أتمنى أنك تسمعيني من سماعة الهاتف، تقصري لي على صوت التلفاز علشان أسمعك بوضوح. طيب يا شفاء؟ طيب شفاء قصري لي على صوت التلفاز، ويلا نروح لشموخ. يلا هذه شموخ الحين راح تظهر على الشاشة واختاري رقم. عليكم السلام. طيب يا شموخ اختاري رقم. يا شموخ يا شفاء. رقم 6. رقم 6. طيب ايش الصورة اللي ظاهرة على الشاشة الحين؟ شكرا جنودنا البواسل. شكرا لجنودنا البواسل. طيب انت اختاري عبارة. ايوه طيب شكرا جنودنا البواسل، هذه العبارة اللي تحسينها تعبر عن هذه الصورة؟ نعم. طيب نختار شكرا جنودنا البواسل، نشوف هل هذه. طيب مبروك لك 50 ريال عماني، وأيضا نحن نوجه تحية إلى كل جنود عمان البواسل الأوفياء حماة الوطن وحراس المبادئ، ونوجه لهم تحية أيضا جدا جدا كبيرة من برنامج علم ومرح. أما الحين نرجع لزميلتي أصايل ونكمل مواهبنا وأيضا إهداءاتنا الجميلة بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد، وخلونا نشوف الحين صديقتنا أسيل إيش مجهزت لنا. بس بداية يا أسيل عرفينا على اسمك بالكامل. أنا اسمي أسيل منصور العامري، اليوم بقدم لكم
ان جودة. شوفي على الكاميرا حبيبتي، هذيك الكاميرا، ايوه. هي والدي سيدي يا ابي قابوس، والدي سيدي يا ابي قابوس، يا ابي قابوس انت تاج للمعالي صانع الاجيال، يا ربيع الخير يا مانح الامال، انت تاج للمعالي صانع الاجيال، يا ربيع الخير يا مانح الامال، سر بنا نحن وراك نحتدي دوما خطاك، نحتمي فيك دوما لن نرى إلا سواك، والدي سيدي يا أبي قابوس، يا أبي قابوس. شكرا لك يا صديقتنا أسيل، تستحق صديقتنا أسيل تحية كبيرة. والحين نسمع ونشوف إيش مجهز لنا صديقتنا طوبة. عطوا نقل الصوت لطوبة. طوبة إيش هذا اللبس، اللبس الجميل؟ وقفي وقفي عشان أصدقائنا يشوفوه. ما شاء الله لبس عماني جميل، وأيضا هي لبسة الحلية العمانية، صحيح يا طوبة؟ أيوة. أنتي فرحانة بمناسبة العيد الوطني؟ طيب قولي لي إيش سويتي في العيد الوطني؟ يعني قدمتي لهم أنشودة جميلة؟ أيوة. وقصائد حلوة؟ أيوة. واليوم أنت جيتي تشاركينا في البرنامج عشان تقدمي تهنئة جميلة لكل العمانيين، صحيح؟ طيب إيش حبيت تقدمينا اليوم؟ قصيدة. يلا تفضلي يا طوبة. سبحان ربي كيف حلاها، حلوة جميلة الروح رفتيها، مثل العروس بليل مساها، في خدها ترسان تحميها، طب لو طاب العيش في حماها، من الزحوان امرح في مفاليها، من زارها ما ظن ينساها، يحلف رب بالبيت هاويها، بيت العرب يا طيب سكناها، فيها من الخيرات اللي بكفيها، يا ليت دمي جد مجاها، الله العظيم كان بريها، بروي أرضي نج من ماها، لين لا شب ينظر حواليها، عمري يجل هيهون نفتاها، الله خلقني من أراضيها، أرضي السلام من كل سماها، كل الدول من خير تطريها، باقي المحبة يا زين ملباها، واحد سلام الشرق أسميها، قابوس سيدها ومولاها، قاد المصيرة نعم راعيها، قائد بلادي فوق علاها، بين الكواكب شمس طاريها، درة من الياقوت خلاها، الله يطول عمر بانيها. الله يطول عمر بانيها، تحية كبيرة لشاعرتنا طوبة. شكرا لك يا صديقتي طوبة، أنا بجي معاك البيت تعلميني كيف أحفظ القصائد، طيب؟ زين تعطيني ناقل الصوت؟ وحلو نحن كل واحد يملك موهبة جميلة، حلو نعبر عن حبنا لوطننا بمواهبنا الجميلة والرائعة وكذلك المختلفة، مثل أصدقائنا في الاستوديو اللي نشد واللي قدم لنا قصائد واللي خبرنا عن أحلامه وطموحاته المستقبلية، أما الحين خلونا نشوف رسامتنا إيش مجهزتنا للعيد الوطني، وخلونا الحين ندردش ونتعرف أكثر على صديقتي ترتيل، عارفين على اسمك بالكامل يا ترتيل؟ ترتيل فهد الحسنية. حياك الله يا ترتيل، يلا نروح نشوف رسوماتك مع بعض. ما تاخذوني معاكم؟ تبغى تي تعال. يلا انا راح اشاهد من هنا مع اصدقائي الاطفال. نشوف الرسومات الجميلة اللي بمناسبة العيد الوطني، يلا اشرحي لنا رسوماتك. هذه الرسمة نستعرضها. هذه الحين راح تعرض. يلا. تكلم عنها. هذه الرسمة تدل على أيوة المسيرة. عن المسيرة صحيح، وهي مكتوبة هنا عندنا إيش؟ العيد الوطني. أيوة. 46. 46 المجيد. أنت هذا يعني راح تكون في المسيرة معاهم؟
بتشاركي في المسيرة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. خبريني كيف رسمتي هالرسمة، من ساعدك؟ فقط أمي في البرواز اختارت الألوان وساعدتني في القص. ساعدتني في القص وبعض الأشياء. جميل جدا. طيب معانا هنا رسمة أخرى أو لوحة فنية. هذه اللوحة الفنية جميلة، تلمع تلمع ما شاء الله. صحيح، ومعنا صورة قائدنا صاحب الجلالة. صحيح؟ صحيح. إنزين اشرحي لي الرسمة. تدل على شعار السلطنة. أيوة أيضا. إيش هو شعار السلطنة؟ الخنجر والسيفين. صحيح. وأيضا ألوان العلم، إيش هي ألوان العلم؟ أحمر وأخضر وأبيض. وكذلك معنا صورة صاحب الجلالة والعيد الوطني 46 المجيد. عندك شيء آخر؟ خلاص. شكرا لك يا صديقتي ترتيل. صراحة أنا بتعلم أسوي مثل هذه اللوحات الجميلة وأعرضهم على أصدقائي وبعرضها لك معك تقيمها. طيب شكرا لك يا صديقتي ترتيل، تستحق صديقتنا ترتيل تحية كبيرة. صحيح. أما الحين متابعينا معانا رسمات أخرى هنا، نشوف هذه اللوحة. هذه اللوحة لصديقتنا من؟ أنا. هذه أنا صديقتنا ولاء. تعالي يا ولاء. أنا مسوينها أنا. هذه مش رسمة، هذه لوحة فنية أنت سويتها؟ أنا ولاء ساعدك راشد؟ قربي ناقل الصوت، ساعدك ولا لا؟ لا أبداً؟ إنزين اعرضينا إياها. أول شيء قصيت ورق ملون. أيوة. و أدرته كشكل حلزوني وألصقته بألوان علم عمان. ما شاء الله جميلة. وبإيش إيش الأشكال اللي كونتيها؟ زهور. أيوة. أيضا معانا أيوة زهور وأوراق. وفي مثل الإطار الجميل صح؟ إطار جميل صحيح. طيب استغرق منك وقت طويل؟ نعم. كم يعني؟ يوم؟ يومين. يومين ما شاء الله، لأن أصلا الشغل يعني مضبوط ويحتاج إلا وقت طويل في قص الأوراق وكذلك في لفها. حتى عدك؟ نعم. أمانة من؟ أستاذة الغالية. أستاذة الفنون التشكيلية. نعم. نوجه لها أكبر تحية، وأيضا نوجه لصديقتنا ولاء تحية كبيرة. وهذه هدية مني للبرنامج. شكرا جزيلا لك على هذه الهدية الجميلة. شفتي هناك، شفتي الطائرة؟ بنحطها في الطائرة. طيب خلاص اتفقنا. طيب يا زميلتي أصايل، هذه الرسمة جدا جميلة، وهي عبرت برسمة وبلوحة رائعة. أما هنا معانا أيضا مجموعة من أشبال عمان، نتعرف عليكم. سعود كامل كرفاني. سعود امسك ناقل الصوت، امسك. طيب شخبارك؟ الحمد لله. عطني خلاص انا بمسكه. طيب شخبارك؟ الحمد لله. وكيف صحتك؟ عطنا اسمك كذا بصوت عالي. سعود كامل كلبان راشد سليمان. قبيلتك؟ كلباني. الكلباني، والنعم فيك يا زميلنا. طيب ايش مجهز؟ خلينا نتعرف، انتم مجهزين شيء مع بعض ولا كل واحد بروحه؟ لانكم لابسين نفس الشيء. طيب نتعرف على زميلنا الاخر، يلا. راكان. راكان، علي صوتك يا راكان. راكان من طارق الكلباني راشد. يلا راكان علي صوتك، قول اسمي راكان. راكان. طيب يا راكان، ايش هذا اللبس الجميل؟ يلا ليش لبستوه؟ يلا اوقف عشان نوري اصدقائنا الاطفال هذا اللبس. ايضا انت اذا ممكن توقف، يلا اوقف عشان نوريهم اللبس الجميل. انا ما لبست نفسكم اليوم. طيب ايش لابس؟ يلا خبرني. خنجر. خنجر. وشاح. وايضا المصر. مصر. والمسباح والسيف ايضا. صح، هذا اللبس العماني التقليدي، ونحن لازم نحافظ على هذا اللبس. صح. طيب ايش مجهز لنا اليوم؟ حاب يعطينا تهنئة. تهنئة، يلا نسمع تهنئتك. واني بابا قابوس حفظ الله ورعاه، وجدي وجدتي بنات وكل الشعب العماني، بهذه المناسبة الوطنية السعيدة. طيب انت تحب توجه التحية بعد او تهنئة؟ اهني بابا قابوس بالعيد الوطني 46. وانت طيب كيف هنأت بهذا اللبس الجميل؟ طيب اي لون انت لابس المصر؟ اي لون؟ اصفر. اصفر. ولابس ايش بعد؟ والسيف ايش لونه؟ ابيض. طيب السيف هذا تستخدمه في بعض الفنون العمانية. طيب شكرا على تواجدك معنا يا راكان، استريح. طيب اصدقاء الاطفال الحين نوقف لفاصل، ومن بعدها اكيد لنا عودة. I'm not afraid to die.
مرحبا بأميرتنا، عارفين على اسمك؟ دانا فهد صالح حسان عاشور. من وين يا دانا؟ من فلسطين. حياك الله في سلطنة عمان، كم سنة صار لك في السلطنة؟ 9 سنوات. ما شاء الله، خلاص يعني أنا وياك صرنا عمانيات مع بعض؟ أيوة. طيب إيش مجهزت لنا؟ قصيدة. تفضلي. عمان أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ حبك عمان ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل. وفي عيدك 46 أجدد حبي لأمد طويل. فلسطيني أنا، فلسطيني أنا، ولكن ترعرعت على نهجك الأصيل، وشربت ماء فلجك، وتنفست هواءك العليل، فأصبح حبك في دمي. لا، لن أحيد ولن أميل، وسيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. فأنا سأجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل، عمري سأعمل مخلصا يعطي ولن أصبح بخيل. عمان يا مأوى طفولتي، عمان يا مأوى طفولتي، ففضلك علي ليست قليل. قسما قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل. ما شاء الله عليك مبدعة، والله يحفظ لك هذا الأداء الجميل، ونحن من برنامج علم مرحب نقدم لك هدية حلوة مثلك. شكرا. العفو. السلام عليكم، عارفيني على اسمك؟ فريال. وانت يا بطل شو اسمك؟ محمود. من وين انت يا محمود؟ انا من مصر. ما شاء الله. وانت يا فريال من وين؟ من سوريا. وعايشين معانا هنا في السلطنة، صار لكم كم سنة؟ أنا مولودة من هنا. انت مولودة هنا في السلطنة؟ أيوة. طيب أنت كم عمرك؟ 8 سنوات. العمر كله يعني صالك 8 سنين معانا هنا في السلطنة. وأنت يا بطل كم سنة صالك في السلطنة؟ أنا مولود مني. حتى أنت هنا مولود في السلطنة؟ نعم. إذن أنت كم عمرك بعد؟ عمري 10 سنين. يعني تصالك 10 سنوات معانا في السلطنة، خلاص صرت عمانيين؟ نعم. طيب بما أنكم خلاص أنت صرت عمانيين، إيش انطباعكم عن عمان؟ هو انطباعنا لعمان ان اهل عمان نظيفه وشعبها كريم ومؤدب. شكرا. وانت يا فريال وش انطباعك عن السلطنه؟ انه عمان حلوه واجد. أيوة. وعجبتني. أيوة. يوم اروح بلادي بقولهم على عمان كيف هي حلوه واجد. بتقولي لهم يجوا معانا هنا السلطنه؟ أيوة. قولي لهم عاد السلطنة هي بلدي الثاني، تعالوا زوروني في بلدي الثاني. طيب؟ أوكي. وأنت يا بطل بتقول حق أصحابك إن عمان بلدك الثاني؟ نعم. وإيش بعد راح تقول حق أصدقائك؟ أنا بقول إنني تربيت مني، أنا بقول عمان أهلها كريم ونظيف والعلم لها واسع. شكرا لكم. والحين نحن حابين نقدم لكم هدايا من برنامج علم وما راح. تفضل يا بطل. شكرا. العفو. تفضل يا حلوة. شكرا. عفوا. Thank you.
ما شاء الله إبداع جميل وعرض آخر جميل من فرقة عصافير الحياة الفنية، نشكرهم جزيل الشكر. أيضا متابعينا الكرام، في حلقة السبت الماضي عرضنا لكم مسابقة أفضل فيديو جميل يعبر عن حبكم للوطن وحبكم للقائد، وكانت المسابقة في هاشتاج البرنامج هاشتاج علم أندرسكور ومرح في برنامج التواصل الانستغرام، وكانت المسابقة من الأسبوع الماضي. عرضنا فيها يعني استقبلنا فيها العديد من الفيديوهات الجميلة والمشاركات المميزة، راح نعرض بعض هذه المشاركات، ونتمنى منكم كذا أصدقائي الصغار والأعزاء أنكم تتعرفوا على الفائزين في حلقة الأسبوع القادم. والحين نحن راح نعرض لكم بعض المشاركات اللي وصلتنا، متابعة شيقة. شبرا من ذراكي عالطور معنا يقترب، طور معنا يقترب. اللهم 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 احفظ بابا قابل، كل عام وانتم بخير. انا يا عمرو بن كلثوم اسمع، وقبلك اسمع الحاضر
حكينا شدلي طفلنا من قبل يولد دخل له جبان وتلقينا وحدلي حرفنا كالسيف بطبت نسلح في وجوه جاهلينا وحدلي صمتنا فضة وحكينا كان نستخرج العالمين وحدلي نروي الشيب ونلبي نداعبا إينا لانتنا ونتفارنا ورجعنا لكم أصدقائي الأطفال أصدقاء برنامج علم ومرح. أكيد مثل ما شاهدتوا قبل شوي المشاركات في هاشتاج البرنامج اللي هو كان هاشتاج علم أندرسكور ومرح في برنامج التواصل الاجتماعي الإنستغرام. استعرضنا بعض هذه المشاركات وإن شاء الله راح نعلن الأسماء الفائزة بهذه المشاركات في حلقة الأسبوع القادم. طبعا راح نختار 3 فائزين، كل فائز راح يفوز مبلغ 50 ريال عماني مقدمة من مؤسسة نور المدينة للعقارات، موقعهم في ولاية السيب المعبيلة الجنوبية. أيضا نشكر محلات الحسني للحلوى العمانية، أيضا مجلة مرشد أول مجلة عمانية للأطفال، أيضا لمحل حدائق البيلسان للهدايا والزهور ومحلهم في العذيبة الشمالية بولاية بوشر. أيضا الشكر موصول لمكتبة المنارة بالحيل الجنوبية على تعاونهم معنا، وأيضا نشكر محل الماسة للورود والهدايا. الحين نرجع لزميلتنا أصايل ومجهز لنا هنا موهبة جميلة في الأستوديو. مثل ما عودناكم أصدقاء الأطفال برنامجنا وخاصة هذه الحلقة نقدم لكم فيها العديد من التهاني بمناسبة العيد الوطني 46، ومعنا اليوم بنوتة حلوة حابة تهنينا بمناسبة العيد الوطني بأنشودة جميلة. أول شيء عرفينا على اسمك. أنا اسمي إخلاص خلفان سيد عامر الشنوي. حياك الله في برنامج علم ومرح. إيش اسم الأنشودة اللي مقدمتنا لها اليوم؟ حلوة عمان. تفضلي. حلوة عمان يا بلادي الغالية، في زهية دايما في كل عين. وحلوة عمان يا بلادي الغالية، في زهية دايما في كل عين. هذه عمان الأصالة من زمان، تاريخها في عبق مثل اللبان. والفضل لك يا سيدي بني عمان، رب السماء يحفظك طول سنين. شكرا. شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة، تستحق تحية كبيرة. يلا حيوها. أكيد. ونحن راح نكمل مع أصدقائنا الصغار الأطفال الجميلين من مركز العيسري. كل منهم عنده هدف وعنده حلم حاب يحققه في المستقبل. خلونا نتعرف عليهم وعلى أحلامهم. عارفين على اسمك يا شاطرة؟ أيوة على هناك شوفي. أيوة. اسمك أنا إيش؟ سارة. سارة الطبيبة سارة صحيح؟ إيش اسمك بالكامل؟ عطينا اسمك بالكامل. سارة محمد خلفان أبو سعيد. طيب إيش حلمك المستقبلي؟ ها؟ إيش حابة تكوني طبيبة؟ طيب إيش مجهزت لنا اليوم للبرنامج؟ تفضلي قولي إيش مجهزت لنا؟ يلا أنت مع مجهزة كلام عن الطب. أتذكر قلنا مع بعض الطب. أيوة قولي. وبينما أنا في صغري كنت أخاف من الطبيب، ولكن عندما تجاوزت 5 من عمري أدركت من الطب وأهميته التي تعتبر من أهم المهن منذ نشأة الإنسان. مرضت ذات يوم وأخذني والدي إلى مستشفى نزلة من ذلك السرير. قررت أن أكون من ضمن الكوادر الطبية في السلطنة. وإن كنت صغيرة مع صغر سني وأنا كبيرة بعقلي وفكري، ولما لا تصبح العبقرية سارة دكتورة متميزة. قد حباها الله قابوسا قائلا مهد لها سبل التعليم للوصول إلى مهنة الطب. وما الذي يمنعني من ممارسة هذه المهنة التي سأعالج المرضى وأسعد بها قلوبكم؟ لك العهد والولاء يا سيدي قابوس أن أبني عمان ما دمت أنت فيها قائدا وسيدا. شكرا لك. وأعطي الحين ناقل الصوت لمعلمتنا شمساء. تفضل يا شمساء. أنا الأستاذة شمساء السيفاء
السلام. هو أعظم معلم عاشته البشرة، بدأت بتقمص المعلم الصغير في قاعة العلماء، وفي يوم 18 من نوفمبر اجتمعت بكل طلابي في قاعة العلماء لننطلق من مهنة التعليم ونبني عمان ونشود الأمجاد فيها. زيد أصبح بالعلم خطيبا وفي مسجد قريته، وعمر أصبح دكتورا في جامعة سلطان قابوس، وها أنا ذا أصبحت نهرا لا يتوقف عن جرياني في نشر الخير لنبوع عمان. شكرا لك. وأيضا أصدقائي معنا المهندسين، وحابين يكونوا مهندسين في المستقبل، أحدهم مهندس معماري والثاني مهندس ميكانيكي، اللي هما مهندس أسامة والمهندس محمد. نتمنى أنكم قضيتوا وقت جميل وممتع معنا أصدقاء الأطفال، ونتمنى أن حلقتنا لليوم كانت مليئة بالتهاني الجميلة اللي حبينا أن ننقلها للشعب العماني ولصاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. نلتقي بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. أصدقائي المتابعين، دامت الأفراح والمسرات على بلادنا الغالية عمان، إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى بإذن الله. دمتم في حفظ المولى عز وجل، ودامت أفراحنا دائمة بإذن الله.